خليني أقول لك كيف. لما يلتمسوا من شاب أو شابة ليها طموح وجادة في الشيء اللي بتسويه، صدقيني الأعضاء الغرفة بيدعموها وبيشجعوها. وقتها جاني اتصال من أحد أعضاء غرفة تجارية بجدة، الله يذكره بالخير، أستاذ زياد البسام، قال لي منار أنت من الشابات اللي إحنا إن شاء الله يعني متأملين فيكي، فلا تيأسي من 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 عدم نجاحك في هذه التجربة الأولى، لأن هو كان ماشي معايا بشكل أو بآخر، بأدي له فيدباك إيش صار لي، فين رحت وكذا، فتاخذي منا ممكن نصائح كمان. وهذا جدا مهم، جدا مهم إنه نتعلم من الناس اللي سبقونا، نكمل على مشوارهم.